ازاي تحجم محصولك، ازاي تعمل احجام كبيرة في محصولك. اول حاجة جت في بالك هو هتقول هنرش بوتاسيوم. طبعا كلامك صح ان البوتاسيوم بينقل الغذاء من الورقة وبيصبها في الثمار، ده حقيقي. ولكن في حاجة تانية اهم او اساسية عن عنصر البوتاسيوم، هو انك تعمل مجموع خضري كويس في محصولك، تعمل مجموع جذري كويس في محصولك، ان يكون محصولك خالي من الاصابات الحشرية والفطرية، ان يكون محصولك وقت العقد حصل فيه انقسامات خلايا، ده عشان يزود حجم محصولك. نيجي مثلا على حباية البرتقال اللي قدامنا، دي حباية برتقال، ازاي اخليه اعمل منها احجام كبيرة؟ هو ان انا اعمل مجموع خضري كويس، ان الجذور تكون كويسة، ان وقت العقد تخلصت من نسبة الاملاح اللي كانت في التربة، عالجت الاصابات الحشرية والفطرية، ان انا زودت انقسامات الخلايا عن طريق رش الطحالب البحرية وعنصر الفوسفور. دي كلها حاجات